الجهود المبذولة للارتقاء بسلامة المرضى وتحسين جودة الخدمات الصيدلانية في المؤسسات الصحية بالمحافظة، نود الإفادة بأن ذات الرعاية الصيدلانية والمستودعات الطبية المتمثلة بقسم الرعاية الصيدلانية أصدرت نشرة سنوية للمعلومات الدوائية لعام 2022 تحت شعار جرعة رمضانية، وتم إلقاء الضوء في هذه النشرة على تعريف المرضى والمجتمع بكيفية الاستخدام الآمن والفعال للأدوية خلال شهر رمضان المبارك، خاصة عند المرضى المصابين بالأمراض المزمنة مثل السكري وضغط الدم والقلب والربو. ونشيد أيضا بالكادر الصيدلاني بالمؤسسات الصحية على هبة الاستعداد باستقبال المرضى والوقوف على أي استفسار، راعيا الوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع وزيادة الوعي الدوائي لديهم.